الكرام، بعد هذا الفاصل، خلفت جائحة كوفيد 19 الحالية أثارا كبيرة على الاقتصادات الوطنية والنظام المالي العالمي، بالإضافة إلى مساهمتها في إعاقة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن مؤشر التنمية البشرية العالمية يمكن أن ينخفض هذا العام لأول مرة منذ عام 1990. للحديث عن هذا الموضوع يشرفنا أن نستضيف الدكتور دلال عسولي، أستاذ مساعد ومنسق برنامج ماجستير العلوم في التمويل الإسلامي بكلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة. حياك الله دكتورة، سعداء بتواجدك معنا في برنامج المسافة الاجتماعية. خليني أتكلم على ما ذكرناه في مقدمة هذه الفقرة عن هذا الانخفاض العالمي، واللي كان يمكن لأول مرة من عام 1990، لو نوضح هذه الجزئية. نعم، في البداية أود أن أشكر القائمين على البرنامج على الاستضافة، وأشكركم على التطرق لهذا الموضوع. طبعا نتمنى تكون فرصة أن نوضح مجموعة من المفاهيم يعني للمشاهدين. طبعا هذه نقطة مهمة، لأن معظم النقاشات تكون عن مثلا تداعيات جائحة كورونا الصحية، ونود أن نتطرق أيضا إلى التداعيات الاقتصادية والاجتماعية، لأن كل هذه تمس برفاهية الإنسان بصفة عامة، وهذا طبعا هو الهدف المهم في كل الاستراتيجيات الوطنية واستراتيجية التنمية المستدامة. طبعا كل الاستطلاعات تشير إلى أن الانكماش جائحة كورونا خلفت انكماش اقتصادي على مستوى العالم يصل إلى تقريبا 4.5%، وهي كما ذكرت في البداية أكثر يعني نسبة منخفضة لم تحدث منذ عقود، يعني من 1990. أكيد نعم. وطبعا السبب، هناك مجموعة من الأسباب يعني التي يعني يمكن أن يعزى إليها هذا الانخفاض، من بينها كما لاحظنا إجراءات التباعد الاجتماعي والقيود التي قامت بها مجموعة من الدول، والتي لا زالت مستمرة يعني بالنسبة للدول التي لم تحصل بعد على اللقاح. التباعد الاجتماعي ممكن يكون أحد عواملها دكتورة؟ طبعا، لأن طبعا لاحظنا أن مجموعة من هذا أثر على مجموعة من الأعمال، أعمال مجموعة من الشركات، فهناك مثلا خدمات عن بعد ممكن يعيدها يعني. نعم. أيضا هناك مجموعة، طبعا بالنسبة للوظائف التي كان ممكن أن تستمر عن بعد، هناك بعض الوظائف التي كان لم يكن من طبعا من الممكن الاستمرار على البعد، فتم إغلاق مجموعة من الشركات ومجموعة من الأنشطة. أيضا كبيرة. طبعا أيضا إذا تكلمنا عن الدول النامية، أيضا توقف التعليم، توقف مثلا في قطاعات حيوية رياضية. بسبب الرياضية. طبعا الحمد لله أن في دولة قطر كان لدينا كل البنيات التحتية، حتى مثلا في الجامعة لم نتوقف بتاتا عن الدراسة، بل واصلنا التدريس عن بعد وما زلنا مستمرين، لكن للأسف في بعض الدول لا توجد هذه البنيات التحتية ولا توجد التكنولوجيا الحديثة، فللأسف اضطرت مجموعة من المؤسسات إلى توقيف نشاطاتها، مما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة مثلا. أيضا لاحظنا توقف أو تبعات كورونا على مجموعة من القطاعات، من بينها قطاع السياحة، مجموعة من قطاعات الخدمات، المطاعم، الفنادق، أيضا سلاسل التوريد، وهذا أثر بشكل مباشر على التجارة العالمية، وخاصة سلاسل التوريد التي نجد أنها تساهم بشكل كبير في اقتصادات الوطنية لمجموعة من الدول النامية. صحيح. من أكبر المتضررين طبعا الفئات المحدودة الدخل، وأيضا الشركات الصغرى والمتوسطة. لذلك لما قامت مثلا دولة قطر بمجموعة من الحزم المالية للدعم، دعمت الشركات الصغرى والمتوسطة طبعا، لأن حتى لا تتأثر من تداعيات كورونا، وحتى لا نزيد في نسبة البطالة في المجتمع. فكل هذا أدى إلى انكماش الاقتصاد، وحاليا طبعا الاستطلاعات أيضا تشير إلى بداية مرحلة التعافي، ما بعد طبعا بعد الانكماش أو بعد الركود الاقتصادي تأتي فترة التعافي، بحيث يبدأ الاقتصاد في الانتعاش مع انتهاء الحجر ومع انتهاء كل هذه القيود إن شاء الله. لكن الاستطلاعات تشير إلى نتائج ملموسة من التعافي في الجزء الثاني من 2022 تقريبا. طبعا في بداية 2022. نعم، لأن هذا يختلف بين الدول، فلاحظنا حاليا هناك لقاحات متوفرة، يعني قبل بضعة شهور لم يكن هناك أي فكرة عن متى ستنتهي القيود. صحيح. طبعا تجارب اللقاح بعضها كانت فاشلة بعضها كانت ناجحة،
ولكن مؤخرا نجد نتائج يعني مبشرة إن شاء الله بالنسبة للقاحات، فنتوقع أن في الشهور القادمة سيكون لهذا انعكاسات على الاقتصادات بحيث ترجع الأنشطة إلى ما كانت عليه. طبعا لن ترجع إلى، حاليا نتكلم عن عالم ما بعد كورونا الذي سيكون مختلف كلية. بشكل كبير أو كليا عن العالم ما قبل كورونا إن شاء الله. طيب دكتورة دلال، يعني أول شيء أرحب فيك مجددا في برنامج مسار الاجتماعية. سمعتك قبل الهواء تتكلمين مع زميلنا عبد الله عن التمويل الأخضر. نعم. يعني ما هو التمويل الأخضر أولا، وهل التمويل له ألوان أيضا يتمحور مثل كورونا ويتغير؟ ممتاز. طبعا هناك ألوان أخرى جاية في الطريق إن شاء الله سنتحدث عنها ربما في البرامج القادمة، لكن التمويل الأخضر هو تمويل طبعا يوفر وسائل بديلة للتمويل وللاستثمار تعنى بالبيئة، يعني نأخذ بعين الاعتبار ليس فقط الأهداف الاقتصادية بل أيضا الأهداف البيئية والاجتماعية، ونتكلم عن اقتصاد أخضر ما بعد كورونا. لذلك عندما نتحدث عن مرحلة التعافي بعد الركود الاقتصادي نتكلم حاليا عن التعافي الأخضر، فكيف نستفيد؟ طبعا لن أقول الجانب الإيجابي لكورونا لأنه يمكن أن يؤخذ بشكل سلبي، لكن أن نتحدث كيف يمكن أن نستفيد من جائحة كورونا. هناك فرص عديدة طبعا لتطوير اقتصادات الدول والتعافي الأخضر بحيث نأخذ بعين الاعتبار الأهداف البيئية، وهذا طبعا لأن المشاكل التي نشاهدها حاليا المشاكل المناخية تؤثر بشكل مباشر على تطور المجتمعات وعلى رفاهية الإنسان بصفة عامة، فنلمس هذا في مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية حاليا على مستوى العالم، وأيضا في الابتكار في تطوير التمويل وسائل التمويل بما في ذلك التمويل الأخضر. وأيضا عندما نتحدث عن التمويل الإسلامي حاليا على مستوى الجامعة تحدث عن مجموعة من الأنشطة أننا نحاول أن نجد فرص دمج بين التمويل الأخضر والتمويل الإسلامي. جميل. لأن هناك عدة نقط من الترابط. المفروض يكون التمويل الإسلامي عبد الله بما أنك مهتم يعني بالاقتصاد في جائحة كورونا، أنت شكلك مستفيد. كنت أسأل أنا ترى لأنه مو في دمج بين الأخضر. طيب دكتور نرجع لدولة قطر، في ضوء رؤية قطر 2030 اللي هي من ضمن أهدافها التنوع في الاقتصاد، ومثل ما ذكرتي بأن جائحة كورونا سببت شلل عالمي في الاقتصاد من ناحية التجارة وحتى تنوع التمويل بين الدول، كيف ترين الاقتصاد القطري ما بعد وباء كورونا وقدرة تعافيه؟ نعم، طبعا تحدثنا عن الحزم المالية التي طبعا قدمتها أو أقرتها الدولة لدعم الاقتصاد ولتفادي أيضا كما ذكرنا مجموعة من التداعيات السلبية للجائحة، وتصل حجم يصل حجم هذه الحزم إلى 75 مليار قطري تقريبا. صحيح. فكان الدعم لمجموعة من القطاعات بما في ذلك أيضا القطاع المصرفية حتى لا يكون هناك تأثير سلبي على جودة الأصول في القطاع المصرفي. طبعا تكلمت عن رؤية قطر، نلاحظ أن الأهداف البيئية مدمجة في كل استراتيجيات تقريبا الوطنية بداية من الدستور إلى رؤية قطر 2030 إلى مجموعة من استراتيجيات الوطنية بما في ذلك استراتيجية القطاع المالي وأيضا مجموعة من القطاعات. نجد أيضا هذا الاهتمام نلمسه في المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية من بينها مثلا اتفاقية باريس للمناخ في 2016، طبعا قطر من المصادقين على هذه الاتفاقية، وأيضا مجهودات الدولة في مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى خلق الوعي أو إلى تقديم الدعم لمجموعة من الدول. نعم. طيب دكتورة، رسالة توجهينها للمستثمرين خلال هذه الجائحة و مرورهم بمطبات اقتصادية نتمنى أن نتجاوزها جميعا خلال الفترة القادمة. ممتاز، هذه طبعا نقطة مهمة، وتحدث مرة ثانية عن الفرص لنكون إيجابيين طبعا في آخر البرنامج. سيرت على عجالة دكتورة عشان نعم. الوقت يمكن يداهمنا. نعم. نعم. بسرعة، هناك مجموعة من الفرص كما تحدث بالإضافة إلى فرص الابتكار التي ذكرتها، هناك فرصة لاستقطاب نسبة أكبر من المستثمرين ما يسمى بالمستثمرين المسؤولين اجتماعيا أو المستثمرون الذين يعنون بالاستدامة. وإذا لاحظنا أصول الاستثمار المستدام على مستوى العالم يعني زادت عن أكثر من 30 تريليون دولار في 2018، وهذه نسبة زيادة بنسبة 30% بالمقارنة مع 2016. فهناك فرص لتطوير منتجات، تكلمنا عن السكوك الخضراء ولكن هناك الصناديق الاستثمارية الخضراء،
ولاحظنا مثلا أن بورصة قطر حاليا طورت بعض المعايير لمثلا كيف ندمج الاستدامة والأهداف البيئية والاقتصادية والاجتماعية وأهداف الحوكمة في مثلا أنشطة الشركات المدرجة في بورصة قطر، وهذا مهم جدا. فأدعو المستثمرين إلى الاستثمار في هذه الشركات وفي هذه الأصول، وأيضا في الصكوك الخضراء التي نتمنى أن نرى إصدارها قريبا إن شاء الله في دولة قطر. لو يتعدون إن شاء الله هذه المطبات الاقتصادية. أكيد إن شاء الله. الدكتور دلال عسولي أستاذ مساعد ومنسق برنامج الماجستير في العلوم والتنمية الإسلامي بكلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. شكرا لك دكتور عن الخضراء. أنا الأسم للحين ما عرف من تسألني عن الخضراء. شكرا على التوضيح الجميل دكتورة. مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة لنعمل على